من جديد عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه خلال زيارته لموسكو سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدور الإيراني العسكري في سوريا والذي ترفضه تل أبيب، مؤكدا أنه يلتقي بوتين بين الحين والآخر بهدف ضمان التنسيق بين جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الجيش الروسي في سوريا. فيما صرح الكرملين بأنه سيناقش خلال زيارة نتنياهو موضوع تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أستاذة أمينة، يعني ما هو تقييمك لموقف موسكو من الإدارة الإسرائيلية؟ يعني هي طبعا كلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمات للأسف الشديد واقعية جدا وحقيقية جدا. هو في يعني تشاور مستمر ما بين الطرفين الروسي والإسرائيلي فيما يختص بالملف السوري تحديدا، وطبعا يعني ده يدل على الأزمة بل الكارثة يعني التي وصل إليها الحال في سوريا خلال حتى السنوات القليلة الماضية منذ اندلاع الأحداث في سوريا. يعني في خريف سنة 2015 تم تأسيس جهة عسكرية مشتركة ما بين روسيا وما بين إسرائيل علشان تنسيق عمليات الضرب العسكري في على الأراضي السورية، علشان ما يحصلش حتى لا تحدث حوادث عسكرية ما بين الجيش الروسي وما بين جيش الدفاع الإسرائيلي على أرض سوريا، عشان ما يحصلش أي يعني نوع من حوادث الحرب اللي ساعات بتحدث يعني على هامش الحروب. طبعا زيارة بوتين اليوم الاثنين لروسيا، وهي طبعا في نفس التوقيت انعقاد المؤتمر الخاص بالمعارضة السورية في روسيا أيضا، ده دال جدا. العلاقة ما بين روسيا وما بين إسرائيل هي أشبه بالعلاقة الزواج الكاثوليكي، يعني ربما تحدث بعض المشكلات بعض الوقت ولكن هي علاقة لا تزول، علاقة لا تنتهي. الطرف الروسي بيتعامل بمنتهى الاحترام مع الطرف الإسرائيلي، والعلاقات بين الطرفين الحقيقة أقوى بكثير جدا من أي علاقة تربط ما بين روسيا وما بين أي من دول المنطقة، دول الشرق الأوسط، دول العربية تحديدا. طبعا إسرائيل تعيش يعني أحلى وأسعد لحظات حياتها هذه الأيام، هذه السنوات السبع الماضية. هو فعلا بالفعل بيحدث تنسيق مستمر على الأراضي السورية ما بين روسيا وما بين إسرائيل، لكن طبعا إسرائيل الكابوس الخاص بها هو كابوس وجود الإيراني ووجود حزب الله على حدودها. روسيا بتحاول بقدر الامكان انها تطمئن الطرف الاسرائيلي، واعتقد ان الرئيس بوتين يعني قايم بمهمه جيده في هذا المجال اللي هي طمانه الطرف الاسرائيلي. وصلت الوفود